رجعنا لكم في اولاد الكوجينه. ان شاء الله نكونوا ما طولناش عليكم في الاشهار خاطر باش نرجع لكم باكله بنينه برشا ودي غوزات سهلين على الاخر. باش نرجع توت سويت توا للشيف مؤمن ونشوفوه وين وصل لنا في السمسه. السمسه السالي مش سمسه الحلوه نتاع العاده. باهي دونك كنت زربت شويه حضرت دجاج قسيته مكعبات صغار. باهي برشا كالعاده والعوايد سليته شويه بصل باش خليوها ابار. شويه زيت نجمه بيان سور. شويه زيت نجمه بالطبيعه. دونك باش ناخذوا شويه جبن جوده قيصر. باش ناخذوا مكعبات صغار. نقصوا دي كوب صغار. دونك انت اون باراليل هاوكا يبدا حاضر الفروماج اللي باش نزيدوه للفارس. باهي برشا شيف. منك انت هاوكا تتعلم هاوكا نجمو يا ريتو هكايا. كيفاش باش نقصوهم؟ نجمو نخليوها دريساج. نجمو نخليوها لدريساج كيما نجمو توا نزيدو نقصوه جويد. نقصوه باش تحط في الفارس هو. باش تحط الفارس اي يعني كيما كان انت مثال عندك بلاتو نتاع فروماج هاكا المثلثات هذوكم ديجا حاضرين يعني كي تقص مثلثات. حاضرين باش. باهي برشا شيف. دونك جبن قصينا باش نقسموه على اثنين. نحطو طرف لهنا وديما على قد ما نزيدو فروماج في وسط الفارس تاع السمسة بعد وقت اللي تقليه كيف سمسة. كيف السمسة. السمسة. نجمو نقليوها في الزيت كيما نجمو ندهنوها بالمارغرين جولدينا ونحطوها في الفور. دونك نجمو نجتهدو كيما نحبو احنا. احنا بيان سور عندنا قيصر جودة دونك على قد ما تكثر على قد ما الفاخس نتاع السمسة نتاعنا تولي ابن. باهي برشا. باش ناخذو العظام اللي قسيناها مكعبات باش تعاوني انت وتعطيني شنو نجيب لك شيف؟ جبن مرحي بريزيدون ليمونتال وتعطيني ريكوتا قيصر. ريكوتا قيصر توت سويت شيف. هذا ريكوتا قيصر هذا شيف باش نسحقهم في الفاخس نتاع في لي دو فارس السمسة. باهي برشا. تفضل يعطيك الصحة. وشيف باش نحطوا زاد البريزيدون ايمونتال في لي دو فارس. في لي دو فارس زيادة الخير ما فيها ندامة بالطبيعة. دونك باش ناخذوا ريكوتا قيصر خفيفة ديجا مع التون وحتى مع الدجاج تعطينا نكهة أخرى. كيف تشد روحها معناتها خفيفة. الفارس يعني نجموا احنا نتحكموا كيما نحبوا نشتيو. شوية فروماج. تفضل شيف. معناتها احنا شايف الفرق بينات لي دو فارس هو الانغريديون دو باز يعني التون والا الدجاج. كيف احنا باش نحبوا نحطوا في الفارس. علاش قلت لك لي روسيت يعني نجموا نجتهدوا. بيان سور احنا باش ننوعوا اليوم باش نعمل لكم سمسه تون سيدي داود وسمسه زاد بدجاج الفيرما. دجاج الفيرما وهكا كيما انتم تحبوا شوا اللي تحبوا. المعدنوس هذا كيف قاسينه شويه باش نقسموا المعدنوس على اثنين. باهي برشا شيف. شنو اخر باش نزيدو؟ وتوا باش نزيدو شويه اما باش نزيدو شويه كبار اما مش لل مع الدجاج باش نزيدوه مع الطن. باش نحطو شويه كبار. وعلاش شيف الكبار ما يجيش مع الدجاج؟ لا باش نخليو الفارس خاطر الكبار سيرتو مع الطن يعطي نكهه اخرى. باهي برشا. دونك باش ناخذو طن سيدي داود بزيت زيتونه لوفرتور فاسيل زاده. تخافش هاوكا يعني فيسع فيسع. لا نجرح ولا حتى سيرتو احنا البنات. دونك فازي تشجعوا ادخلوا طيب وغوسات سهله برشا وما تتكلفش بالكل وخفيفه على الاخر معناتها حتى في العشاء في السهريات في السهريه تنجم تعملها. العشويه زاده كيف نجموا نحضروا الفارس. دونك الفارس الاولانيه هذيا حضرت خلطوا. الفارس الثانيه. الفارس الثانيه. انا شايف باش نعاونك شويه باش نحضر لك الملصوقه. اما شايف يظل اصعب حاجه في السمسه هي شنيه؟ أصعب حاجة في السمسة اللي هي اللفة نتاع السمسة. كيفاش أنا ديما الحقيقة حياتي كل ما نعرفش شيف سفيان بالحق صعيبة نورمالمون اللفة. مش صعيبة برشا دونك تشوف كيفاش معناتها كيفاش تتقص كيفاش تخدم ديمونستراسيون نتاعك كيفاش تخدم بعد تحفظها طول المدة ما تقلقكش معناتها تبدا تخدم فيها فاسيلمون معناتها. على خاطر على قد ما نشوفكم أنتوما اللي شايف كيفاش تعملوا السمسة وتجي هكا مثلثة ياسر مزيانة والبريزونتاسيون نتاعها ياسر حلوة. على قد ما نجربها في الدار نجيب مع مثلا نعمل مثلثات اما امبوسيبل تجيني تقعاتي على مربع ولا دويره ولا حاجه. تستانس تتعلم ومواهب سيزون هذيا نتاع اولاد الكوجينه تستانس تحضر برشا حاجات وان شاء الله نلقاوك عم جاي. شفتوا نحضروا لرمضان احنا توا يظهر لي شايف شوالي فما برشا سمسه والكل. شايف
انت توا ما تفوتنيش سورتو قبل ما تلفها تعاود تناديلي باش نمشي ساعه الشيف سفيان خاطر عنده نواصر وبدات الريحه نتاع الصوص نتاعنا تفوح الصوص نتاعنا ريحتها خرجت ما حبيت فوتك شويه ديجا حطيت النواصر نتاعي ليبيدور بيان سور ديجا حطيتها خدمت بالزيت نجمه باهي برشا دونك من بعد كنحطوا الكاسكيس فوق الصوص اللي حضرناه نتاع النواصر ليبيدور ونزيدوا النواصر من الفوق معناتها كيما الكسكسي التفويره نتاعها ولا كيما الروز كي نعملوه مفور نفس الشيء نفس الحكايه ومن بعد زاد شيء فما لا ميم ديمونستراسيون تخدمها كو سوا في لي بات الكل خليو النواصر نتاعنا حاجه تعمل 66 كيف هي البرشا شيف دونك خليو النواصر نتاعنا تيب على روحها نرجعوا للسوب دو كاروت ديجا ديريكتومون نستعملوا ليزاب ابريكو نتاع مام المشمش باش تعطينا كاك الجو سكري شويه في ديجا الكاروت سكري نزيدوها معاها لابريكو انا كيما ترى ما نحيتش نحيت ديجا السيرو نتاعها حطيتها ابار علاش باهي برشا نرجع لك عليه دونك انت مع سيرو مشمش ما يضيع شيء نستعملوا السيرو باش نستعملوا زاد المشمش باهي برشا الجو نتاعها موجود حتى في المنظر نتاعها تحسها فرشكه الغله نتاعنا دونك نحطوا لابريكو تاعنا في دونك اخر حاجه شايف نحطوا المشمش قبل ما ترحاها ديريكتومون تخليها انت احنا شربت السفنيريا نتاعنا بريسك حضرت سي وبالطبيعه اذا كان فاتتكم الغوسيت نتاع شربت السفنيريا تنجموا تلقاوها في الباج فيسبوك التاسعه ولا في الشين يوتيوب في الحلقات نتاعنا الكل نتاع اولاد الكوجينه باهي برشا شايف مالا سيرو شايف وقتاش نزيدوه سيرو نزيدوه في الاخر كي باش نحيو من بعد نتاعنا من الاخر نخليو الجو نتاعها تبقى وتكون حاجة سكري كما قلنا وفي الأخر عنا زيدو فروماج رابي بريزيدون ايمونتال ايمونتال اوكي ميم سي نزيدو معاها كريم فريش ناتيلي هي الياسر شيف هذوما الحاجات تو اللي عندي كما قلنا نواصر وبولي وعنا سوب دو كاروت وزابريكو باهي برشا شيف يعطيك الصحة شيف على لي غوسيت البنات برشا على خاطر بالحق الريحة في الكوجينة هوني عاملة 66 كيف باش نمشي أنا توا للشيف مؤمن ونشوفوه في كعيبات السمسة شنو عمل لنا كان زدت شوية ما تخلطش عليه كان زدت شوية ما تخلطش عليك هكا وأنا قلت لك تستنينا والعباد الكل تستنى فيك شيف خاطر يظهر لي مانيش كان أنا وحدي اللي مضيعتني الحكاية هذيا نتاع السمسة كيفاش نعملوها به دونك الحاجة هنا حطينا زيت في التي في اس راك فاهم الانديكاتور كي تولي خضراء اوكي هذيك باش تعس عليها نستناوه توا حتى يسخن اوكي به قسينا ورقة البريك نحينا الاجناب قسمناها على اربعة من بعد باش نعملوا شطر دورة من بعد نتبعوا لونكل نتبعوا لونكل في كل كوان نبداو نتبعوا فيها به نتبعوا لونكل كيف كيف هايك ريت هكا نتبعوا لونكل استنى شايف شايف سفيان حتى يكمل ماشي مش نتكلم بيان سور دونك الناس كلها مركزه يقول لي كيفاش قاعدين نعمل في كعبات السمسه من بعد عنا اصفر تاع العظم اي اه الاصفر نتاع العظم هو اللي باش يلصق باش يلصقها وفما كيف كيف بليزيور استوس ريت تولي كيما البوش لهنا هكا باهي برشا شايف دونك احنا باش نكملوا كي من هكا لي دو فارس نتاعنا لي دو فارس تو ديجا قاعدين نعملوا في الفارس اللي بالتون كيش خليوها بار تون سيدي داود دونك نذكروا اللي تبعوا فينا الكل علاش يقولوا فما دو فارس دونك الفرق بينات لي دو فارس اللي عملناهم فما فارس بالدجاج الفيرما وفما فارس اخرى بتون سيدي داود دونك هاكا نحاولوا ننوعوا بيان سور في ندلوا الساده المشاهدين لو فيه اللي هما يتابعونا وانتم زاد تدلوا بيان سور اصحابكم والعائله واللمه زاد تحلى احنا التونسي يقول لي اللمه نتاعو ديما على الماكله تلموا باش ناكلوا هي راهي ديما الطاوله اللي يقول لك لي بون زافير سوفون اوتور دون تابل يعني ديما الافاريات الكل راهم يتعاملوا على طاوله نتاع ماكله ما هذيك حاجه ما منهاش هروب وذاك علاش احنا نحضروا ديما ونحاولوا كيما قلت لك قبل ونزيد نعاود ماذا بيه الانسان يدلل يعرف شنو يختار يعرف شنو ياكل صحيت دونك هذوما باش نقمروهم
دونك فوالا شيف عمل القمارة بينت السمسة اللي بالتن والسمسة اللي بالدجاج. شيف انا باش نخليك توا تكمل انت كعيبات السمسة بالحق حاجة استعمل 66 كيف واقعدوا تابعونا. انا توا باش نمشي بوب صغيرة اما اقعدوا معانا على خاطر مازال الديسير ومازال الدريساج.